قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يدور حديثي في هذا الحديث الثاني حول عنوان التحدي الثقافي. أولا أتناول هذا في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول تحت عنوان الإنسان ذلك المثقف. لو سألنا السؤال التالي: ما العامل الأساسي في بناء أي حضارة أو مجتمع متمدن؟ هل الظروف الطبيعية والطقسية التي تحيط في بيئة معينة هي سبب أن يكون هذا المجتمع مجتمعا متقدما؟ مثلا البلدان شديدة الحرارة لا تولد فيها مجتمعات متمدنة، في حين أن بلاد الأنهار التي تعيش على ضفاف أنهار وأراضي خصبة هي التي من خلالها تبنى الحضارات. هل العامل الأساسي هو وجود التقنية، أي تلك الصناعات الثقيلة التي تمكن الإنسان من تحويل الأحجار والمواد وما إلى ذلك إلى أمور تخدم حياته اليومية، أم أن صناعة الحضارة تبدأ من المباني الذكية، بحيث أنه إذا في مجتمع ما وجدت فيه مبان ذكية متقدمة، سدود، أنهار، بيوت عامرة إلى آخره، هذا المجتمع هو الذي ينهض؟ أم أن المجتمع الذي ينهض هو ذلك المجتمع ذو القوة العسكرية الذي تكون فيه جيوش وعدة وعداد ويستطيع أن يحمي نفسه ويتوسع شيئا فشيئا على مدى المعمورة؟ الجواب أن هذه كلها مجتمعة عوامل ثانوية. العامل الأساسي وراء ولادة مجتمع حضاري، مجتمع متدين، عفوا متمدن، مجتمع راقي بتعبيرنا، هو أن توجد ويوجد في هذا المجتمع فكرة رسالية، منظومة ثقافة. هذه الثقافة هي التي تستطيع أن تحول كل هذه المفردات من التقنية إلى الطقوس، يعني العوامل الطبيعية، إلى الجيوش، إلى غيرها من الأمور، أن تحولها إلى حضارة. في حين إذا وجدت كل هذه الأمور ولم توجد في ذلك المجتمع ثقافة ناهضة، ثقافة سليمة، هذه الأمور تتحول شيئا فشيء إلى عوامل هدم لهذا المجتمع، بل هذا المجتمع لن يتقدم إلى الأمام. ومن يقرأ التاريخ يجد ذلك بوضوح. خذوا على سبيل المثال تجربة المغول والإمبراطورية المغولية، إمبراطورية عظيمة بدأت في أطراف شرق الصين وامتدت، وخلال كم مئة سنة احتلت العالم، نصف العالم تقريبا، لكنها كانت قوة عسكرية بلا ثقافة، بلا ثقافة قوية. ففي أي مجتمع ذهبت إليه كانت هي الأضعف، فقلدت المجتمع الذي غزته وصارت منه. وهذا ما حصل معنا نحن المسلمون عندما غزانا المغول وأسقطوا الحضارة الإسلامية ماديا، بعد أقل من 50-60-70 سنة تحول المغول إلى مسلمون وحماة لهذا الدين وداعين له. ما السبب في ذلك؟ هو الضعف الثقافي الموجود في الحضارة المغولية. والأمر كذلك على الحضارة المسيحية عندما كانت تعيش في العصور الوسطى،
عندما كانت تجيش الجيوش الصليبية لغزو العالم، المسيحيون عندما غزونا في تلك الفترة كنا نحن متقدمين ثقافيا عليهم، هم كانوا جياع، وصلوا إلى العالم الإسلامي، وكما يقول ابن خلدون أن عادة سنة الحضارات أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، لكن هذا الموضوع انعكس عند وصول الصليبيين والمسيحيين للعالم الإسلامي، صاروا هم مولعين بتقليد المغلوب، فأخذوا منا في منذ تلك الفترة مجموعة من العادات. أنتم الآن تذهبون إلى يعني إسبانيا وإيطاليا إلى أطراف فرنسا، الزخارف الإسلامية والتقاليد الإسلامية موجودة، أخذوا منا الحمص والقهوة وحتى اللباس. وفي تلك الفترة ما تسمى بالفترة العصر العصور المظلمة بالنسبة لأوروبا، كان الإنسان الراقي هو الذي يتكلم اللغة العربية، يعني إذا بيبين نفسه هو فاهم ومتمدن وحضاري بين كلام اللاتيني أو كلام الإسباني يقول كلام عربي. اليوم القضية بالعكس. طيب، فإذا الشاهد الأساسي من هذا الموضوع أن الثقافة هي العنصر الأساسي في تقدم مجتمع وفي انهياره، نوع الثقافة التي يحملها. وإلى اليوم الشواهد على هذا الموضوع، كل الحضارات التي تحيط بنا تعمل ثقافيا على هذه المنطقة. انظروا للقنوات الفضائية، لا توجد حضارة فاعلة اليوم إلا وعندها قناة فضائية لتخاطبنا نحن في منطقة الشرق الأوسط. وسائل الإعلام، مواقع النت، وسائل التواصل الاجتماعي، صناعة الأفلام والمسلسلات اليوم هي جزء من هذه القوة الناعمة الثقافية التي يعلم الآخرون أهميتها ودورها في التأثير على الشعوب. الكتب ومراكز الدراسات وإلى آخره، هذه كلها أدوات للثقافة، وهي عنصر حاسم وأساسي في تقدم أي مجتمع وفي تحديد مستقبله. بتعبير آخر، قل لي ماذا تقرأ، قل لي ما هي ثقافتك، أقول لك ما هو مستقبلك، إلى أين أنت صائر. طيب، هذا ينقلني للمحور الثاني من الكلام، وهو التحدي الثقافي الذي نعيشه نحن اليوم كمسلمين في منطقة الشرق الأوسط. نحن اليوم نعيش تحدي ثقافي متعدد الأطراف، له عدة عناوين أنا أطرحها كملفات، مناقشتها تحتاج إلى أمور أكثر تفصيلا. التيار الثقافي الذي بدأ منذ فترة وجارف اليوم هو تيار التشكيك في الدين، مختلف وسائل وطرق تضعيف الحالة الدينية، من التشكيك بالمرجعية إلى التشكيك بالتاريخ إلى التشكيك بالخمس إلى الحديث حول النبي الأكرم، صورته، كيف عاش، ما هي سيرته، وإلى آخره. هنالك تيار جارف اليوم يهدد هذه المنطقة وهذه الشعوب على مستوى القضية الدينية، على مستوى أن تكون هذه الشعوب بعد فترة لا تزال متمسكة في هذا الدين. ويكاد يفعل بنا اليوم ما فعل في الحضارة الأوروبية قبل 300 سنة، عندما نشأت الرأسماليات وأرادت أن تجرف الدين المسيحي وتعزل من الحياة. هذا التحدي ملف رقم واحد، وأدواته بالدرجة الأولى أدوات ثقافية من وسائل تواصل اجتماعي، مراكز بحوث، مؤتمرات وإلى آخره. التحدي الثاني ثقافيا اليوم هو التحدي الذي يمس بنية الأسرة اليوم، وهو تحدي الانحلال الأخلاقي الجنسي، وهذا ما تدعمه اليوم لوبيات هائلة في العالم. صار الحديث اليوم، أي حديث ضد الشذوذ يعتبر مجرم قانونيا. طيب، ما مصير هذا الموضوع؟ إلى أين سوف ينتهي؟ هذا قانونيا، أما ثقافيا فتجدون في مجتمعاتنا في وسائل الإعلام الضخ القوي باتجاه مثل هذا الانحلال، وتشريع وتأليف أن يكون هذا شيء مألوف، شيء طبيعي،
ولا نستغرب أن يكون بعض الشروط التي سوف توضع على مجتمعاتنا في المستقبل من أجل أي صفقات تجارية أو ما إلى ذلك. وهذا تحدي خطير جدا، وهو تحدي جاد في كل وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات. هذه الدعوة موجودة، لم نقف أمامها. ثالثا، من الثقافات التي تنتشر في أجواء هذه المنطقة هي ثقافات التفتيت الطائفي، ويعمل على ترسيخ هذه الثقافة بمختلف الأشكال، وهي ثقافة خطيرة سوف تنتهي بنا كما انتهى الأوروبيون. الأوروبيون عاشوا حرب 100 عام بين البروتستانت والكاثوليك، يعني بتعبير آخر شيعة وسنة مالت ذاك الزمان، قتلوا أنفسهم 100 سنة يتقاتلون. على ماذا؟ على مسمى هنا، وعلى نعرة هنا، وعلى سب هنا، وعلى لعن هناك، وما إلى ذلك. وهذه ثقافة خطيرة تفتت المجتمع، تجعل كل مجتمع سهل ومتناحر. ويكفي أن تنظروا حوالينا كيف تدخل الدول الكبرى لتلك المجتمعات عبر مثل هذه النعرات الطائفية والعنصرية. رابعا، ثقافة التطبيع مع العدو، هذه أيضا موجة من الثقافة يراد لها أن تستمر في المنطقة. خامسا، هنالك نوع من الثقافة تنشر في مجتمعاتنا تريد أن تنتهي إلى اليأس، أن تجعل هذه المجتمعات يائسة من التطوير، يائسة من التقدم، يائسة عن طريق ماذا؟ عن طريق مجموعة كبيرة من الأحاديث، وأحاديث مفكرين، أحاديث مثقفين حول أن العرب هكذا، حول أن الفرس هكذا، حول أن الأتراك هكذا، حول أنكم لا تستطيعون أن تنهضوا بأنفسكم وبواقعكم وتشكلوا حضارة. هذه تمثل تحديات ثقافية، هذه عناوين ملفات. أما تفاصيلها فقلت تبحث في مكانها، لكنها تحديات جدية مرتبطة بوجودنا أو لا وجودنا. ولا أقصد من لا وجودنا يعني أن ننتهي، قد نظل شعوب، لكن نظل شعوب ذليلة، تابعة، متأخرة إلى آخره. وهذا ينقلني للمحور الثالث من كلامي، المحور الأخير، كيف نتصدى لهذه التحديات الثقافية. عندما نتحدث عن التصدي، هنالك فكرة تبريرية تبدأ عند الناس، وهو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى. مباشرة عندما تتكلم مع واحد عن نوع من التحدي، يقول هذه مسؤولية دولة، مو مسؤولية أشخاص. دولة لازم تتصدى، العلماء لازم يتصدون، أهل العلم هم عليهم أن يتصدوا لمثل هذه الحالات، المثقفون وإلى آخره. وهذه كلها وساوس شيطانية. الله سبحانه وتعالى يتحدث مع الإنسان المسلم المؤمن ويقول له أنت بإمكانك أن تصنع التغيير وتبدأ منك. وأنا في حديثي في التوصيات التي أريد أن أقولها أن أنطلق من قدرة الإنسان العادي على التغيير، أنا وأنت قدرتنا على تغيير هذه المعادلة. وهنا 4 وصايا على السريع. الوصية الأولى، نحن بحاجة لكي نتصدى لهذا الجو الثقافي، التحدي الثقافي، أولا إلى الثقة بالنفس، أن نثق ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، نقول إلهي انصرنا على القوم المفسدين، نحن يا رب نثق بك، بك وبما أعطيتنا من وحي، وبما رزقتنا من عقل، وبما أرسلت إلينا من أولياء صالحين قادونا إلى ما نحن عليه. فالخطوة الأولى أن نثق بأنفسنا، نثق بالدين الذي ننتمي إليه، ونثق بالأولياء الذين هم من بنى هذا الدين وعماده. الأمر الثاني، الوصية الثانية، لا بد من أن نخلق حالة من الاهتمام في الجانب الثقافي في مجتمعنا. مجتمعنا يجب كل واحد منا يحاول خلق اهتمام في الأوساط الفاعلة. أنا مرات أسأل بعض الفاعلين في المجتمع، متى آخر مرة قرأت كتاب؟ متى تابعت مجلة؟ متى آخر مرة حضرت مؤتمر؟ متى حاولت أن تحضر دروس؟ أن تتعلم؟ تجد أن هنالك مسافة، هنالك نوع من الإهمال في هذا المجال. علينا بخلق الاهتمام في الأوساط الفاعلة، هذا ثانيا.
ثالثا العمل على تأسيس المؤسسات التي من وظيفتها تخريج الكوادر الثقافية. هناك عندنا نحن في المجتمع العديد من المؤسسات، بعضها رياضية، بعضها قد تكون مهنية، بعضها إلى آخره. نحن في التجمعات الدينية في كل مكان لنا تأثير فيه، لنخلق تجمعات تهتم بالبعد الثقافي، تهتم ببناء هذا الإنسان ثقافيا، تعلم أصول التفكير الصحيح، تزود بالكتاب، تجعل له أنس مع الجانب الثقافي والاهتمام بهذا المجال. رابعا وأخيرا هو دور الأسر. الأسرة تقع عليها مسؤولية كبيرة في تثقيف أبنائها. تأتيني بعض الحالات لأسر يشكون أن بعض أولادهم قد أصيبوا بتيار الإلحاد. عندما أجلس مع الولد نتناقش معه، أقول للوالد، أقول له ترى كل ما في الموضوع أن أنت ما عندك حوار مع ابنك، هذه خلاصة القضية، ما عندك نقاش معه. نقاش يمكن تناقشه يوميا، البعثة وين رحت ودراسة، لكن فكريا ما قاعد تناقشه. ففي المتجمعات الأسرية بالإمكان أن نقوم بمثل هذا الدور. وعلى سبيل المثال ممكن واحد يسوي في بيته مجلس أسبوعي، مجلس أسري، الأب يتكلم، الأم تتكلم، الأولاد يتكلمون، بعض الأنشطة، القراءة، وهذه قضية لحد لوحدها قضية القراءة. أو سابقا كان وشيعة المجالس البيتية لعبت دور كبير في تحصين البيوت. المهم أن هذه مسؤولية الجميع، على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية الكاملة ويتصدى لهذا التحدي الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يولد.